الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يصون دماء المسلمين. فهد من السعودية يسأل كذلك عن التسمية عند الوضوء والغسل، هل هي واجبة أم مستحبة؟ التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا أمهات المؤمنين الواصفات لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا جميعا أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمي في ابتداء الوضوء أو في ابتداء الغسل، مع أنهم ذكروا أشياء دقيقة في الوصف، فدل ذلك على عدم الوجوب. ثم إن الحديث المروية في التي ظاهرها وجوب التسمية لا تثبت من جهات الإسناد، مثل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث كما قال الإمام أحمد أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، فلا يثبت في هذا الباب شيء، ولو ثبت فالمعنى لا وضوء كامل، لا وضوء كامل. فالقول الراجح إذن هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهو أن ابتداء التسمية في الوضوء وفي الغسل، أن التسمية في ابتداء الوضوء أو الغسل أنها مستحبة وليست واجبة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.